أنا أبي أكون يعني طموحاتي عالية أوصل للعالمية، فاتجهت هني حق لعبة الغوص الحر. أنا اللي شاركت فيهم شاركت في فئة المونوفن اللي هي الزعنفة الأحادية مالت الدلفين وبدون زعانف. هذا التخصصين اللي شاركت فيهم في أول مشاركة لي في بطولة العالم شهر 6 اللي طاف. كسرت رقم وطني على مستوى الكويت، حصلت على أعلى رقم بهالتخصص في 200 متر تقريبا، وبدون وتخصص بدون زعانف أهم، خذيت المركز الأول على مستوى الكويت وفي تقريبا 138 متر. احنا المدربين الحين والعلم اللي واصل له الحين يعطيك هذه السنين كلها باختصار، يعطيك اياها بتقريبا 3 ايام اللي هي الدورة بس. فهذه هي الدورات احنا والطريقة اللي نتعامل فيها مع الطلبة. طبعا كل رياضة ولها مخاطرها، حتى لو تقول لي انت السيارة هم فيها مخاطر، بس اذا انت التزمت بالقوانين وبالسيفتي ما راح تحصل لك المخاطر. طبعا مخاطر الغوص الحر هي عندنا البلاك اوت اللي هو الاغماء، ان انت يوصل جسمك يعني يوصل لمرحله خاصه يكون في كميه قليله من الاكسجين، فهني الجسم خلاص يصير فيه اغماء لانه ما في حتى اكسجين ما قاعد يوصل للمخ، فهذا من الاخطار. بعد وهم عندك الالمسي اللي هو شلل في الحركه، هم من ينزل الاكسجين بجسم الانسان شنو يصير؟ جسمه ما يقدر يتحكم بنفسه. يعني انت لو مثلا الحين واحد يكتم ويصير فيه الهايبوكسيا راح تحوش اعراض الهايبوكسيا اللي هي الالمسي والبلاك اوت. فالالمسي هم هو اخطر من البلاك اوت. شلون اخطر من البلاك اوت؟ الحين لما يحوش اللاعب او الشخص اللي قاعد يغوص اذا حاشه بلاك اوت راح تتسكر عنده اللي هو البوابه اللي هني فيتمنع دخول الماي، فخلاص جسمك انت كأنك نايم، يعني ما راح يدش داخل جسمك ماي او صوب الرئه، فهذا شيء وايد خطر. بالالمسي لا، لان انت للحين يعني مو بوعيك، لكن انت ما عندك تحكم بالحركه وما في يعني رده فعل ان تكون تساعد جسمك عشان تتفادى هالموضوع، فممكن انت تبلع ماي من هالحركه فتسبب لك مصيبه بالرئه. هذه المخاطر اللي ممكن تحوشك. بس يعني لو خلينا نقول انت الحين غصت مع صاحبك، كل هذه الاشياء ما راح تصير لك. وطبعا في يعني في بروتوكول او اشياء معينه يتبعها السيفتي عشان يساعد الغواص اللي تحوشه هالحالات. وصارت بربعنا، يعني كنا نطلع وايد من ربعنا حاشم بلاك اوت وحاشم ال ام سي وكنا موجودين وردينا واحنا ما فينا ولا شيء الحمد لله. وفي ناس تطلع بروحها يعني تقط نفسها بالتهلكه، وهذا اللي اخطر شيء، وهذا اللي ننبه عليه انك لا تغوص بروحك. هذا ممكن اصعب يعني اخطر شيء ممكن الغواص يسوي انه يغوص بروحه. فترة تجهيزي حق بطولة العالم كنا نتمرن، وكانت في تمارين يعني وايد صعبة وتحتاج جهد عالي عشان احنا نسويها، فاحنا ما كنا نحرص وايد عليها ان ما اتمرنها انا كلاعب، ما اتمرنها الا لما يكون معاي زميلي او السيفتي اللي هو راح يكون فوقي، عشان لا سمح الله صار فيني صار ما صار يكون هو موجود يمي ويساعدني. في يوم من الايام انا رحت تمرين كأي يوم عادي يعني كنت اتمرن فيه، وبهاليوم كان عندي تمرين، يعني كان معطيني المدرب تمرين شوي صعب ويحتاج جهد عالي. فدقيت على واحد من الشباب وقلت له انا عندي تمرين ابيك تي معي بس سيفتي كسيفتي، وقال لي اوكي ابشر ويا معي. وسبحان الله يعني هالموقف اللي صار لي ما حاكيك بعد ما انا تمرنت وتعبت
على آخر تمرين، لا بداية التمرين سخننا يمكن تقريبا 10 ربع ساعة تقريبا، وبعدين اتجهنا حق ان نبلش احنا غوصاتنا. فكان عندي غوصة تقريبا 70 متر، وهي الحين تعتبر بالنسبة لي ولا شيء 70 متر، لان انا يعني المرحلة اللي وصلها الحين متعدي 100 متر. وهم بوقتها يعني هم انا كنت وقتها كان البيرسونال بيست مالي هو تقريبا 100 متر، ف70 متر كانت 75% من مجهودي العام. فسبحان الله بلشت الغوصة وما كان معي صاحبي، طقيت الأول 50 متر، أول ما سويت تير إنه خلاص بروح أقل 70 متر، سبحان الله ما قدرت أكمل وطلعت. أول ما طلعت هو اللي يحوشني هذه الألم سيه والشلل بالحركة، ولولا الشخص اللي معي ما كان موجود كان أنا الحين مو موجود، يعني مو معاكم بهاللقاء. فهو أول ما شافني كذي على طول يا مسكني وساعدني، وهي ما تحتاج منك إلا يمكن أقل من 5 ثواني، إن أنت الحين لما تصعد من السيرفس راح تحوشك شلل بالحركة، ما تقدر أنت تتحكم بجسمك، فهني يتدخل لازم شخص ثاني يتدخل، فبس يخلي المجرى التنفس عندك الفم والأنف خارج الماي، بس تتنفس يمكن لمدة 5 ثواني أو 4 ثواني وترد طبيعي. فهذه 4 ثواني اللي صاحبي كان موجود فيها، لو هو مو موجود كان أنا يمكن الحين غرقان. يعني إحنا عشان كذي لما نعطي دورات بالفري دايف وهذا، فوايد نحرص على هالموضوع اللي هو السيفتي. وهم في بالبطولة اللي صارت بالكويت كان عندنا تمرين هو اللي هو منافسة بالتخصص الاستاتيك اللي هو ثبات بدون حركة. فهني أنا كنت شوي يعني بدز الليمت مالي، أبي أكسر رقمي اللي قبله، لأن كانت هذه الجولة الثانية. أول جولة يب تقريبا 4 دقائق و38 ثانية شيء كذي، فكنت أبي أوصل ليل 5 دقائق. فقلت خلاص أنا بهالبطولة يعني الجولة الجاية إن شاء الله راح أتم ثابت لما أدش 5 دقائق. فسبحان الله يعني أنا عديت 4 دقائق ونص في الجولة الثانية، بعدها يمكن دشيت 5 دقائق. الحين لازم يكون في سيفتي معي بالبطولات، فقال لي ترى أنت وصلت 5 دقائق، ولكن أنا طمعت زيادة وأبي بعد أدز شوي بالرقم. وسبحان الله بدون لا أحس بدون ولا شيء حاشتني الإغماء. وهمن إحنا بالبطولات ما يصير يكون بطولة مقاومة إلا فيها سيفتي، وسبحان الله هم اللي طلعوني وهم اللي يعني أنقذوني من هالبلاك أوت. فهذه المواقف تحصل يعني بالغواصين، وخصوصا بغواصين يعني السبير فيشنج ولا هذا. فاحنا وايد نحرص انك انت اذا بتغوص سبير فيشنج تمرين ايا كان، لازم يكون عندك بادي، احنا نسميه البادي اللي هو يساعدك، لان انت ما تدري ممكن انت تكون بكامل قوتك زين وتدري ان انت ما قاعد تدز وايد، نفس ما صار لي بالمسبح. انا ما يعني ما دزيت الليمت اللي عندي كله، يعني ما كان الماكس عندي، يعني كان 75%. وسبحان الله انت ما تدري متى جسمك يكون تعبان وهذا، فلازم يعني تحرص على نفسك وتكلم احد يكون معك. فهذا اول قانون عندنا يعني بالدورات، انه لازم تغوص مع السيفتي.